خوتي المغاربة مرحبا بكم، مصيبة ما بعدها مصيبة، والله ينجينا وينجيكم من المصائب، المصائب التي لا تنقطع مع حكومة عزيز أخنوش. مصيبة ترتبط بقانون ديال المسطرة المدنية. اليوم كاين نقاش داخل البرلمان أجل تعديل عدد من المواد، وكاين حتى قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لاحقا. بلغ إلى علمنا معطيات مخيفة كتهمكم المغاربة، غادي نحاول نوصلها لكم في إطار واجبنا الصحفي التنبيه ثم التنبيه ثم التنبيه. كما قلنا دائما كتعلمون الصحفي هو كذلك له دور في السياسة العمومية بصفته فاعل غير رسمي. الفاعلون الرسميون في السياسة العمومية دائما كما تنقولوا هم يعني الحكومة والقضاء والإدارة. احنا ماشي فاعلين، احنا ماشي فاعلين رسميين، فاعلين غير رسميين عبر اليوم غننبهكم لعدد من الحوايج خايبة وخايبة بزاف بلغت إلى علم. قال منا خليوني نرجع للملف ديال المرحوم الكولونيل نور الدين العطور رحمة الله عليه. يا ربي واللي كيتفرج فيا يقول آمين. الله يرحم هذا السيد، ماشي مرة ماشي جوج. الشيء اللي غنترحموا على الناس مليون هذا نزيدوا نترحموا عليه، وسمحوا لي على التعبير. علاش؟ امر صعيب. الشيء ملي كتموت كتموت ويبقى من وراك الصراع بين ولادك مع مرتك ولا بناء، يعني مسكين هذا الانسان وعيبقى يتذكر في هذا الملف وكيتذكر في الصحافه وفي الالسن. يعني الله يرحمه، والله يرحمه هذا الانسان مسكين. هذا الانسان عاش رجل أمن، عاش محبوب والله العظيم المغرب، عنده سمعة زعما هذه سمعة جد جد، ماشي زعما هذيك الناس كيموت، لا 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 لا، هذا بالصح رجل طيب. حيت أنا مشيت سولت 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 رجل مع الحومة مع الناس، مع رجل طيب، رجل من خير خلق الله، كان في الخلق ديالو طيب بزاف. هادشي فمسكين مني خلاو راه هاد الصداع وهادشي. طبعا هادشي ماشي معناه مسؤول، كنقول لا، إلا كان تعرض لجريمة قتل من حق بنته تقلب على الحقيقة، من حقها ما دايرة حتى شي ذنب. نقول لكم من هنا خوتي صعيبة القضية، ولكن السيدة تشك بأن أبوها تقتل ولا كذا، من حقها ما دارت حتى شي عيب في هذا المستوى. أنا غنقول لكم واحد الحاجة بخصوص ولا جوج الحوايج بخصوص هذه القضية وندخل لهذا المصيب. الأولى حميد عطينا رأيك في هذا الشيء. بزاف الناس ملي شافوني الزوجة قالوا لي وسمعتي هنا وناش كتقول وكيكتبوا لي في الواتس المغاربة. انا ما يمكنش نعطيكم رايي لاعتبارات عده. اولها الملف عند قاضي التحقيق، كاين راه كاينش حسب قاضي التحقيق في بحث نعطي رايي نقولها نخرج نقول ابتسام كذابه، زوجة الكولونيل كذابه، ما يمكن نكذب لي هذه لا هذه، ما عنديش الحق، انا راه عندي صفه، راه صحفي، راه ما يمكنش نمشي نتصنت ونبسط وقائع. هذا ما كاين باس بدون سريه البحث وداك الشيء ما كنعرفهاش، ما عرفش من عندهم الداخل اللي كيهضر المشتري على سريه البحث، يعني شي حوايج كيكونوا داخل البحث عند قاضي التحقيق وانت انا ما عارفش ما عنده قاضي التحقيق. حتى المعلومه ديال فوجئت انا عند بعض الناس خارجه ديال انه راه الشكايه راه في مواجهه ان تفتح ملي تفتح التحقيق تفتح على اساس ضد مجهول، وان الام راه شاهده، الزوجه شاهده ولا ابتسام، هذه راه سريه البحث. انا ما عارفش شكون اللي خرج هذا الشيء بعدا، راه باش نعرفوا واش وضعيتها شاهده ولا مطالبه بالحق المدني ولا، والله ما كنت عارف واش ضد مجهول واش ضد فلانه ولا ضد فلان ولا، حتى خرج هذا الشيء ويمكنكم ترجعوا راه الشيء راه كاين في عدد من. ولكن انا بزاف د الحوايج اللي كتكون سريه راه كنحترم راسي. كاين اشياء كاين اشياء كنسمعها من هذا الطرف ولا من هذا الطرف تيقول لك شوف الله يجازيك بخير هذا الشيء راه سريه البحث، راه ما نجبدش هذا الشيء، ما كنجبدهاش اخلاقيا والله ما نجبد لا من هذا الطرف ولا من الطرف الاخر. اطراف ولا شي حاجه اللي كتكون سريه البحث راه حنا كنعرفوا اش كنديروا. فملي كيطلبوا لي الناس يقول لي البارح اش كتقول، ما عنديش الحق نقول اش نقول. زيدوا عليها عنصر اخر، المغاربه من هم الاطراف الصراع؟ راه ام وبنتها واخوتها، واش انا نقدر ندخل وسطهم وننتصر لطرف دول اخر؟ والله ما نقدر اخلاقيا، صعيبه صعيبه لواحد الدرجه لا تتصور. واحد القضيه نقولها لكم، وهذا الشيء كنقولوا هكا ها وجهي ماشي كنكذب، راه كنت مع مع مع, مع الاسره ديال ابتسام وكنت مع الاسره ديال امي فاطمه الزوجه الكورن بجوجهم وبجوجهم، لا مع الاسره الاخرى ولا كنجبد الاخرين بالسوء، وانا كنجبد كنت مع ابتسام اسرتها. ما نقول في المره الثانيه ماشي باش تصورت، وليت مره ثانيه كنسمع
الناس كيعاودوا لينا كيفاش وقع كيفاش كذا، ولكن كيمشي داك باين هذيك خيشي فيها وقتاله ودباحه. لا كنتصنت كنتصنت، واخا عرفوني رانا مشيت لتما ودرت المسح قبل ما ندير الحيوه اخلاقيا. نفس العمليه درتها مع امي فاطمه، والله ما تسمع شي كلمه العيب قلتها في خوت كورونيل ولا في ابتسام ابدا، كنسمع وهما يكذبوني باحترام، ولو انني لا عاد هادو لا عاد هادو كنتمنى من عند الله. بعد مره كنقول يا ربي يكون داك الشيء وقع غير سوء فهم، حتى انا ماشي القضاء، انا تنقول يقدر يكون مثلا شي سوء فهم، وتنت انا عقليتي ما باغي لا البنت اذى ما باغي الام تاذى، وتصوروا هكا داير، ولكن انا باغي الانصاف ديك الروح كيما ابتسام. اذا كان داك السيد تقتل اسمح لي ما تبقاش العاطفه، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، راه روح هذه عز عبد الله. ولكن كمتمنيات كنتمنى يكون وقع غير سوء فهم، حيت ما تبغي الحبس لا لهادي لا لهادي كحلم، شحال بغيت تمشي للحبس؟ فوقاش غنولي انا ملي غنعرف شي وحده دارت ونقول لها لا ما لا سيدي لا درت لا قتلتي، اللي قتل يتعاقب، ديك راه روح عز عبد الله. ولكن حلمي اللي كنتمنى تمنيت فما درتش، تنتمنى يكون داك الشيء وقع غير كاين قرائن وفي الاخر خرجت العاقبه على خير مثلا وكل شيء كان. اما الا كانت شي واحد داير قتل السيد خاصو يتعاقب، وابتسام والاسره من حقهم يقلبوا على شكون اللي قتل بابا ويتعاقب شكون اللي قتل، وخصوصا ان ابتسام هي الاولى خرجت الاعلام. علاش المجتمع وحنايا كنقولوا هذه البنت يعني خصنا الحقيقه، كنطلبوا القضاء يعجل، السيده خرجت الاعلام باغي تعرف حقيقه باه من حقها، حتى واحد ما يعدم لها الحق، حيت كاين البعض تيقول لك لا وهي بنت ما تواجهش امها، لا خليها هي راه قالت واحد الكلمه، قالت لك لو كان با لو كان. اذا اخوتي المغاربه حنا باش نسدكم هذا القوس في هذه القناه لا ننتصر، انا سمعت الام وسمعت والله العلي العظيم يا ما كننتصر دابا لشي طرف دول الاخر صافي، كنت سمعت مهنا وسمعت مهنا، يقدر يجي شي وقت، يجي واحد الوقت ونقدر نتعمق في النقاش ونجمع معطيات ولا نقول شي من بعد ما القضاء يقول كلمته. اما الحدود ساعه صدقوني في هذه القناه انا درت عمل يعني اللي كنعتبره مهني، سمعت لهذه الروايه ولكم انتم متبعين هذا القصه، ما يمكنش خصوصا ان ابتسام كانت كتقول علاش الاخرين ما كيهضروش، خص ابتسام كانت كتطالب الاخرين يهضروا، فاليوم تحت هذه الفرصه ان واش كانت مقنعه هذيك الزوجه ولا ما كانت شيء مقنعه الله اعلم. انا اللي كنأكد ليها اخوتي المغاربه حنا ما يهمنا هو حقيقه ذاك السيد، واش مات مقتول واش مات في حادثه سير ما نقدرش نجاوبكم ولا ننتصر لطرف دول اخر. واي واحد عيط لنا من هاد الاطرافين بجوجهم مرحبا، تعيطوا لنا الاسره الاخرى عندهم سي مشجد مرحبا، تعيط لنا ديك الزوجه مرحبا، بغات الزوجه ما تتواصلش معنا ولا كذا ولا البنت ولا الله يعاونهم ما كاين ادنى مشكل. احنا بالنسبه لنا ادينا رسالتنا المهنيه بضمير حي. واحد النقطه مي فاطمه، دابا بعض المرات الا تبعتي هاد الفيسبوك ولا هاد شي وحدين قالوا لي علاش كتقول عليها مي فاطمه، والحال انك وكتبوا لي في التعليق قالك السيده انت كبر منها وكتقول لها مي فاطمه. حنا مشكل عندنا نتحدث به عاد النقطه، ما بغيتش نهضر بزاف الحوايج تستحق التفاعل، ولكن خليتها من بعد. المغاربه ما عمرك تقول شي حاجه وانت ما عارفش، ماشي ما هاد السيده البارح جبدنا السن قدام الاخوه معنا يعني المصور والاخوان، وقالت كلام عندي فيها مشكل السن ديالها زايده في 1963. امي فاطمه زايده في 1963، شوفوا لاكارت ديري انا فاش زايده، انا غنشرح شحال فاش زايده انا 1979، انا زايد في 1900 شحال فايتاني ب 16 سنه 16 سنه. حنا عدد من المغربيات عارف القصي انا كيتزوجوا على 13 عام، كاين اللي مزوج على 14، شتي 16 عام والداني انا. اذا شكون اللي كبر؟ هي زايده في 1963، انا زايد في 1979، عابره مشى في الشيبو، كيفاش كبر منك؟ قدام ولادها اش غنقول لها؟ نقول لها فاطمه راه السيده حيت ميت لها الراجل ومعها ولادها جالسين تما وكاين عادي، حنا المغاربه كنقولوا امي فلان ولا هذا بو فلان كذا، واحد النوع من الوقار شنو غنقول لها؟ كيفاش غنخاطبها؟ علاش كتقول لها امي فاطمه وانت كبر منها في السن؟ يعني مع كامل الاسف اللي تبعتي بعض كاتب اللي علاش انت راك كبر منها اخوتي المغاربه، هذه عطيتكم مع واحد الناس تتاكد من شي حوايج تتكون ها انت ما عارفش كاع السن ديالي وبديتي وان اكبر يا يعني. انا دابا وليت نخرج واش غنبقى نخرج كل شيء
يعني هذه المعطيات مع كامل الأسف. مرة أخرى كالتامس والتماس حقيقي مناشدة السيد قاضي التحقيق المحترم، أنا عارف الضغط اللي عليكم السيد قاضي التحقيق، عارف الضغط دي الملفات والخدمة، والله يحسن عونكم هذا الملف هذا رجاء ثم رجاء ثم رجاء، ونزيد لك مليار ما إلى ما عجلوا به وعطيونا شنو لو واش وصلتوا، باش هذا الملف هذا بغينا يتسد. ملف ماشي سهل، ملف قاص بزاف الحوايج، فيه أسر، فيه أم، فيه بنت، فيه خوت، فيه ولاد، فيه عم، فيه فيه أسرة كل. أنا مع الطرفين أخوتي، أنا مع ابتسام وعمامها وجداتها، وأنا مع الزوجة ومع علاش حتى حيت الدستور تيقول لك احترم قرينة البراء، ماشي أنا اللي نقول شكون، واخا يكون عندي احترام لراسي حيت الناس كيتفرجوا فيا، ما عنديش الحق نقول هذا ولا هذا. أنا كنتمنى من عند القضاء كنلتمس بقوة مسيد باش يحبس هذا النقاش، حيت هذا الشيء كيزرع الكراهية والأحقاد، وخصوصا الأمر كيتعامل بأسرة وكيولي ومين فيه كاين اللي كيقيس مؤسسات البلاد الأمنية، كاين تما واش بصح كاين نافذين ماشي نافذين، ناس كبار شنو المقصود بناس كبار، واش بصح كاين شي ناس متورطين كبار، راه كاين تما كتمس مؤسسات وكيتمسوا أشخاص وكتمس أعراض في هذه القصة وكتمس كذا وكتمس آلام، راه بجوجهم معذبين بغض النظر، بجوجهم نهضر على الأم وابتسام بجوجهم معذبين. واش البنت سهل عليها تخرج عند 40 مليون نسمة وتهضر على امها وعلى باها؟ والله ما سهل عليها. والزوجه وسهل عليها تخرج عند 40 مليون تهضر على زوجها وعلى بنتها بغض النظر شنو يقول لك شنو بيناتهم، خلي 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 هذا الشيء، راه غير باش بنتهم راه بجوجهم والله تيبقاو فيا بجوجهم. فهادشي اش كنقول يا ربي تبان الحقيقه اللي فيه الفعايل ولا اللي ماشي هو هذاك القضاء يقول كلمته باش نحبسه. فكنتمس من السيد قاضي التحقيق يعجل بهذا المفهوم القضاء بشكل عام والله يبين الحقيقه ونمشي لهذه المصيبه التي ما بعدها. دابا كل مره كنسمعوا نبدا شويه بشويه، الاولى بعد واحد القضيه مشيت دابا السريه، علاش علاش السريه، علاش علاش لجنه العدل والتشريع علاش عتناقش القانون ديال المسار المدني بالسريه، علاش بغيه بالصحافه، بغيت نفهمها ها كيفاش كيفاش وانت كتقول وحنا كنقولوا في الدستور المغربي. سمعوا المغاربه، سمعوا 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 الشيخ الفصل الاول من الدستور، نظام الحكم بالمغرب كيفاش داير نظام الحكم، ملكيه دستوريه ديمقراطيه، شوف شوف سطروا على هذه ديمقراطيه برلمانيه اجتماعيه، يقوم نظام دستوري المملكه على اساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها والديمقراطيه والمواطنه والتشاركيه عفوا الحكامه الجيده وربط المسؤوليه بالمحاسبه وتستند الامه على ثوابت كذا كذا ومتعدده وخلاص ما ناقشوش كتلقى الشفافيه. واش عباد الله شنو هو البرلمان؟ شكون ممثل الامه كيصنعوا القوانين؟ كتناقش انت شان كيهمنا غتناقشوا بشكل سري، واش كتعرضوا تما شي افلام شي افلام جنسيه؟ واش عندكم شي ممارسات جنسيه؟ وفي المحكمه شي المحكمه الجلسه العلنيه حالات استثنائيه وبقرارة خص المحكمه تدير قرار ملي كيتعلق الامر بامور جنسيه وكذا. ثم البرلمان اللي خص يكون فضاء ومنصه للشفافيه والوضوح، علاش غتناقش القوانين في السر تحت الضف؟ مالكم حشيش ولا شنو؟ عيب عيب تطرح هكا نقاش، عيب خطوره هذا الشيء. كيفاش كيفاش ما فهمتش كيفاش كيفاش الامه والتشاركيه ونظام الحكم في المغرب ديمقراطي وكذا، وقاس كتناقش انت القواعد، قواعد ما كتهمكش انت حياتك، كتهمني انا 40 مليون ولا الصحافه ما تسيقش الاخبار، علاش؟ ما نتبعوش ما نشوفوش الاجواء، واش كان شي ضغط تما في اللجنه، الاقتراحات، هذا راه مشروع، هذا راه مولود، هذا كيهم الامه المغربيه. علاش حنا صحافه شنو دورنا حنا ما نراقبكش؟ علاش؟ علاش زعما؟ شكون نتوما؟ في الحكومات السابقه كانوا كيدوز باللايف الاشغال ديال لجنه العدل، باللايف عادي. مال هاد الحكومه مالها عندها مشكل مالها؟ ديك المره المؤتمرات الصحفيه الصحفيين كيطرحوا اسئله وكيبانوا في وجوههم، وشوفوا الحسد والكره. الوزير ولا الحكومة بغاش الوجه يبان ديال الصحفيين، كيطرح السؤال بنادم وبحال اللي تقول راه قيطون ما كيبانش كاع على الصوت، وهما الوزراء يبانوا. علاش 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 غتمنعوا؟ علاش ما تكونش جلسات يا كتناقش قضايا كتهم المغاربه؟ شنو قول لي واش كتناقش شي حاجه كتمس الامن الداخلي ديال الدوله، اسرار الامن الخارجي ديال الدوله،
شي حاجه اللي ما خصناش نعرفوها، شي حاجه كتترتب بالاخلاق وبالمروءه وبالاداب العامه والجنس والعريان ولا كتناقش قواعد انت تقول والاخر يقول، وحنا صحافه نعرفوا واش قال هذا واش قال هذا، واش كاين شي داك، شكون جاب هذا الاقتراح، شكون والراي العام يتب. واحد الصحفي قال شي معلومه ماشي صحيحه ولا جوج، علاش تعاقبوا الجسم الصحفي والوظيفه كلها لهالدرجه وصل؟ علاش؟ اذا انتم جايبين شي حاجه خلعتونا، دابا دخلتوا التناوي فينا، اذا شي حاجه شي تعديلات هذه جايبه خطيره وخطيره جدا، خايفا من عباد الله يعرفوها. واخا نمشي للحوايج اللي سمعت دابا انا خاطر، واش بصح غادي عباد الله يبقاوش يديروا الشكايات؟ واش داك الشيء اللي قال وهبي في البرلمان بصح ولا؟ كاين قال لك كاين برا شكايات، قال لك هذا الشيء غيكون في الجنائي. قال لك كاين ناس الشكايات كتبتز، كاين صحاب الجمعيات ديال حمايه المال العام كيبتزوا وكذا وما يبقاو، كيفاش؟ ما عمرو دار جمعيه عامه، ما عنده لا قانون لا والو، وكيتكلم بسميته وكيدير شي وتيجي يدير الشكايات. سمح لي، اللي مسؤول على مراقبه المال ديالو اللي كيجي من الداخليه هو وزير الداخليه، وبناء عليه حنا ما يمكنش واحد يقدم شكايه ضد شي واحد الا اذا كان هذاك المصدر ديال المال من عنده، وهو معطي ريال وكيتكلم وتيقول لك لا انا كذاك اعطى في الضريبه، بس اعطى في الضريبه تحسب اداره الضرائب. وبناء علاش قلنا؟ قلنا انه لا يمكن تقديم شكايه الا من طرف السيد وزير الداخليه، هو اللي كيعرف الحساب، هو اللي كيتبع الامور. علاش الابتزازات اللي كاينه الان في السوق؟ قلنا مجموعه الاشياء بغيتو لان واحد الوقت غادي نوصلوا ما نلقاوش يترشح لينا. واش بصح؟ واش هذا الشيء غيتحول الى قاعده قانون انك تمنع الجمعيه تشكي؟ بالله ودرتوا هذه تندير لكم نهايه ديال هذه الحكومه وهذا الدستور، يعطينا الدستور رقاب حتى على مستوى الشعب ولا يشرع كاع الى وصل لواحد العدد عارض اسن عليها، والمواطنه والتشاركيه وسميناه دستور الحقوق ودستور دستور، وباب الاول درنا باب الحقوق، الباب الاول هاو حقوق والحريات، شوف بدينا بباب الحقوق والحريات، من حق المواطنين ومن حقي ومن حقي ومن حق زيد، والمال العام وصفينا سنين اتفاقيه مع افريقيا على محاربه الفساد، عندنا اتفاقيه مع الامم المتحده على محاربه الفساد، عندنا استراتيجيه الوطنيه ديال محاربه الفساد، ها الخطابات كلها على الفساد، الحكومه كاع اللي دار شي حمله انتخابيه على الفساد زيد، وغالبيه الناس المتابعين اليوم امر القضاء واللي كاين في الحبس اللي مشدودين، شكون اللي دار بهم الشكايه؟ جمعيات حمايه المال العام اكثريه، عبد المولى عبد اللي تشد دابا مؤخرا المؤمني، شكون دار به الشكايه؟ الجمعيه المغربيه حمايه المال العام، معظم 80% هذو اللي متابعين دابا واللي كلهم جمعيه حمايه، وعولنا عليكم انتوما ها؟ علاش دابا هذه الحكومه ولا هذا عباد الله علاش ما باغينش الجمعيات؟ علاش؟ باش نشكو هذه بعد، باش كنشكو القضاة، دابا القضاء اي قاضي شاد بين يده شي ملف ديال شي فاسد من غير يسمع الحكومه كنشكو، عرفتي علاش؟ كنشكك في الشكايه، هذاك مول الشكايه راه عام وابتز عار شاوي، داك الشيء راه خاوي ورخيو سيد، هكا تنفهم، وهذا راه تاثير على القضاء. دابا انا بغيت نفهم هاد الجمعيات المبتزه ياك كتعرفوها؟ ايوا لا فائده تستر على مجرم، علاش كتجيو تقول انا في الاعلام ولا تخرج؟ سير عند القضاء، السلام عليكم السلام، هاد الجمعيه راه فيها واحد عنده كاشي عاب وحده كيدبر مصيري هاك. ياك سيدي كتجلسوا مع النيابه العامه وكتلاقاوها وكتقيلوا معاها، واش الوزير ما كيتلاقاش؟ راه كنشوف. ايوا السلام عليكم السيد داكي، الله يجازيك بخير يا مولاي داكي، راه واحد الجمعيه تربي صلات على عباد الله. اي مالها؟ اسيدي انت كاع ما عندك مع انت كتهضر مع الوكيل العام النقد كاع رئيس نيابه. اسيدي راه الناس ولاو كيبتزوا كيبتزوا عباك، شكون جمع كتعرف؟ يقولوا السيد داكي فلان وفلان، والسيد داكي راه يعطي تعليمي راه سلطه رئاسيه النيابه العامه. يلا كتابه جمعيه فلان فلان، ها الحل الاول، نزيدك الثانيه هي اللي مهمه. دابا انت ولا انتوما هذه اللي كتدوخني، وتبعوا معايا المغاربه باش تعرفوا الزيف ديال هادشي. هذه جمعيه، هذه هي الجمعيه، هي كتبتز. هذا هو رئيس الجماعة كتبتز، وهذه غا مبتزة سيدي. واش هذه الجمعية هي قاضي؟ هي اللي كتستر المتابعة؟ هي اللي كتحكم؟ هي قاضي تحقيق؟ هي غا جمعية مدنية فاعل في المجتمع المدني، ما عندها حتى سلطة قضائية. وتقول العيد، حنا كنقولوا المغاربة تقول العيد غدا، العيد تقولوا غدا. واش اللي قالت هي العيد غدا؟ معناها العيد خصو يكون غدا. راه ثبوت الهلال وخصك كذا، عاد نقولوا العيد. ما عندها السلطة هي. هي غير كتقول تبتز ولا تبيع شي شغل هذاك. كاين واحد الحاجه غنمشيو عندها سميتها القضاء. ايوا الشريف ملي غنمشيو حنا عند القضاء، انت يا ابتزاتك كذبت عليك، مشي عند القاضي وقلبها عليها
من دار الحفظ، دير سيدي الشكايه الكيديه، اعطيها لك المشرع، الوشايه الكذبه السيدي يوسف. حيت القاضي لا يغربل الا لك انتوما دابا خطوره فين ما كيتيقوش في القضاء. يعني لاشكا القاضي راه غيدبروا عليه وهذه هي. خلي القضاء مستقل، اللي يبتز واللي يبيع ويشري يكون نص مصريه ما كيهمناش، عندنا الغربال، القاضي هو الغربال. مادام عندنا اللي كيغربل واللي غيعرف الشكايه، مالكم انتوما كتحرموا؟ مالك من خايفين؟ شكون باغي تحميه وقولوها لنا نيشان؟ جمعيات فين كتخلعكم؟ علاش باغيين تحاصروا محاربه الفساد؟ علاش باغيين تكتموا الاصوات؟ علاش باغيين تسطروا على بعض الفاسدين والمتابعين؟ علاش كتصيفطوا هذه الاشارات السلبيه للقضاء؟ مين خايفين؟ سؤال، مين خايفين؟ علاش كتخافوا من الجمعيات؟ باطحه وضوح الشمس. المصيبه الاخرى اللي سمعت، يا ربي كل هذا الشيء ماشي صحيح، قال لك الا مشيتي شكيتي هذه هي اللي قطعت ديال الضحك، قال لك الا مشيتي شكيتي وما عندكش وسائل الاثبات ولا كذا غيتفرض عليك واحد الغرامه ماليه ما شحال قدرها. شكون هذا الفقيه صاحب هذا الابداع؟ لا اعرفه، شكون هو؟ بغيت نفهم. متى كان المواطنات والمواطنون سلطه لتقييم وسائل الاثبات؟ جدي هذه واش هذه الناس اللي قالوا شكون هذه؟ دابا انا باغي نشكي، انا حق التقاضي، حق دستوري، اعطيني الدستور فصل 118 الى ما خانتنيش الذاكره، ياك الدستور نقرا عليكم باش ما نسموش عا كنهضروا. حق دستوري 118، لا حق التقاضي مضمون، ها هو 118، حق التقاضي مضمون لكل شخص يدافع عن حقوقه وعن المصالح تحميه. وحق عطيه لي الدستور، واش عطيه لي انت؟ دابا الدستور عطاني حق والحكومه باغي تحيدوا لي، واش هذه المصيبه كحل؟ حق التقاضي، وسائل الاثبات غنقيم انا؟ شكون هو اللي كيعبر وسائل الاثبات؟ وماشي النيابه العامه، هو وكيل الملك ما عندوش الحق. وكيل العام شتو مولاي حسن الداكي رئيس، لا حق له يقيم لنا وسائل الاثبات، يقيمها. شو قاضي التحقيق؟ لا حق له. واحد فوق هذه الارض هو قاضي الموضوع، قاضي الرئاسه، قاضي الحكم، هذاك اللي كيكون جالس في الطابله، اما كيكون وحده جوج من هنا وجوج من هنا، اولا تيكون القضاء الفردي بوحد وفوق صوره الملك والايه القرانيه، شتي داك اللي كيجلس في القاعه كيتسمى قاضي الموضوع ولا قاضي الحكم ولا هذاك بوحدو اللي هو الوحيد اللي كيدير التقييم. الشرطه القضائيه لا تقيم، الضابطه القضائيه بمختلف الاجهزه ديالها ما عندهاش الحق تقول لنا واش كاين ولا ما كاينش. قاضي التحقيق التقديري، النيابه العامه عندها سلطه ملائمه، والقاضي الموضوع عنده سلطه تقديريه، هما اللي كيديروا التقييم ديال الوسائل ديال الاثبات. يحق المواطنين يبقى يدير لا تتاكدوا، اللي ما عندوش وسائل الاثبات، اللي ما عندوش وسائل الاثبات عباد الله، شكون اللي كيبحث في هذا الشيء؟ راه الجهات معروفه. احنا ختام هذه الحلقه، هذا الشيء كامل نقول لكم هو ان الناس يريدون الاجهاز على المكتسبات التاريخيه. هذا الشيء كامل، وهذه الروينه وهذا الرعب وهذه الخلعه اللي شبكت هذه سنوات من نوع الوقفات، فقط كان يعني خاصها تواطى هذه الارض مزيان باش من يجيو هذه المشاريع يلقاو كل شيء داخل السوق راسو. الناس خدموا بكري على هذا الشيء، الناس خدموا بكري. دابا هي كدوز القوانين شكون تيناقشها؟ ها هي مدونه الاسره دازت، كان شي نقاش عمومي، ربما احنا وبعض عباد الله قلال اللي فتحنا وسمعنا الاصوات. تصور موضوع كيهم الاسر، دابا عاد واش مدونه الاسره خدات حقها في النقاش؟ كنقول العمومي ما خداتوش، غالبيه طغات البلطاجه. كاين بعض الناس تدخلوا بنقاش فيك، كاين بعض الحوايج كان فيها المزايده، بعض الحوايج كانت فيها. فين هو صوت العلماء؟ فين هو صوت الانثروبولوجيين علماء الاجتماع؟ فين صوت علماء النفس؟ فين صوت الجامعه المغربيه؟ فين صوت المكاتب؟ فين صوت فين صوت فين صوت؟ اليوم كذلك ها هو السريه غيدوز القانون، صات تلقى خرج امام امر الواقع. اسرائيل عندها واحد المقوله خطيره الاسرائيليين، نتمنى ما يكونش شي واحد سمع شي نصيحه من هذه الحكومه. سمع شنو كيقول لك الاسرائيليين؟ تيقول لك اضرب عاد تشرح. عفارج الاسرائيليون تيقول لك اضرب عاد فسر. تيقول لك الا بديتي كتفسر هذا يقول يضيع عليك الوقت، لا دير بعد الخطوه، اضرب بحال دابا خرج القانون هكا با. حيت انا بزاف د الحوايج وليت كنحس بحال شي وحدين هاد الحكومه، شي واحد تيفتيو عليهم من هاد الاسرائيليين. كنشوف هاد السياسه دابا ديال الضرب عاد فسر، هادي اسرائيليه، التشهير بالاعراض وتشريه بالناس والهجوم والتخويف، هادي سياسه اسرائيليه.
مع كامل الاسف. الله يدير شي تاويل ديال الخير. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.